السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. واش راكم الاحباب؟ واش راكم تحضروا لهذه الجلسه الليله؟ تحضروا ان شاء الله الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. مولد النبوي الشريف. وصافي دير هذه المرطبات كما تواجدوا تحضروا بها. الحمد لله بخير ربي ان شاء الله. ان شاء الله. مالا الله يبارك لك. كل عام جاي. مالا هذه المقدمة. هذه كما نقولوا تعشينا وهذه الحفلة دوك نديروها إن شاء الله. إيه. كل عام جاي. إن شاء الله. وإن شاء الله ديما فرحة وديما. إن شاء الله. وأنت سي أحمد. علو حضرت شاركت في ال. حضرت. والسنة زدت تعاود. إيه. وأنت برهم وقال هذه خطر الأولى. هذه المرة الأولى. زوجة ثانية. واش لاباس بها؟ ان شاء الله سنه ما نقدر ان شاء الله يعجب عام ان شاء الله زين ان شاء الله يعجبنا جعل الامه تاع محمد صلى الله عليه وسلم قاعتي ان شاء الله يعني يعود عام فرح وعام ان شاء الله يهدي الامه هذه للطريق الخير ونتمنى ان شاء الله قاعد الامه هذه ان شاء الله تعود مهديه من تنزل هذه البغضه والحسد والغشاش والحروب اللي هاشي على عند المسلم ان شاء الله بيط فيها ان شاء الله موسم افراحهم ان شاء الله مالا سي كمال تغني لاباس قلت لي الحمد لله رانا مع حلاوة ترك ورانا كنا ناكلوا الباتيسري ورانا مشوهين مالا سمع قابها لا قابها زين شتقول لنا خالي تايا؟ واش نقول لك انا اول حاجه نبدا بها ان شاء الله هي عشت معاهم زين ان شاء الله الامه الامه محمد كاع ان شاء الله ان شاء الله ربي يعني هذا العام ان شاء الله الناس قاعد تزاد عليها الحروب وهذا الهم اللي راه صاير وهذا نتاع القتل وهذا الدنيا خارجه ان شاء الله ان شاء الله ترجع للطريق المستقيم ان شاء الله الامه ان شاء الله ويهديها ويهدينا ويهدي كاع هذه العباد هذه امين وان شاء الله بلادنا ثاني يعم عليها ان شاء الله الفرح والرخاء وال امين امين ويزال ثاني هذه البغضاء والشعب الشعب تاع تاع الاسم هذه كما ثاني بمناسبه مير هذا تاع مساعده ان شاء الله ثاني نتمنى ان شاء الله توفيق في هذا العمل تاعهم ان شاء الله. ان شاء الله يسهل لنا. وهذه كلمه تاع تاعي خط الاحباب. شكرا. شكرا. هذه من هي ثاني حبيبه تاعك عارف. عارف بصحتك ان شاء الله.